مسألة الإمام المهدي المنتظر عليه السلام جديرة بالاهتمام لعدة أسباب. أولاً، لأنها عقيدة مهمة من العقائد الإسلامية والشيعية بصورة خاصة، فلا يجوز عدم الاهتمام بها كما لا يجوز عدم الاهتمام ببقية العقائد الإسلامية. ثانياً، لأن هذه المسألة كانت ولا تزال نافذة أمل للمستضعفين، وهي خير حافز للعمل والجد في سبيل نشر الإسلام وإشاعة المذهب تمهيداً لقيام الحكومة المهدوية العالمية. ثالثاً، لأن هذه المسألة أصبحت اليوم غرضاً لسهام المغرضين والمبطلين من الكفار والمنافقين، نظراً لأهميتها في حياة المسلمين وخاصة في هذا العصر. من هنا لا بد من العمل بشتى أنواعه لبث وتعميق وعولمة هذه العقيدة الحيوية والبناءة وتكوين حالة عامة من الاعتقاد بالإمام المهدي الموعود، لتهيئ العالم لمجيء ذلك المنقذ الكبير وذلك المخلص العظيم للبشرية من شرور الاستكبار والاستعمار ومن براثن الظلم والجور والفساد والانحراف، وليتحقق به وعد الله الذي لا يتخلف. كيف ننصر الإمام المهدي عليه السلام؟ قال سماحة الشيخ محمد السند الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف: المؤمنون بمقتضى إيمانهم واتباعهم لأهل البيت عليهم السلام ينجذبون ويساهمون في نصرة الإمام المهدي عليه السلام. المؤمنون بمقتضى إيمانهم واتباعهم لأهل البيت عليهم السلام ينجذبون ويساهمون في نصرة الإمام المهدي عليه السلام. وينبغي أن يعلم أن الطريق الوحيد لنصرة الإمام المهدي هو نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام، لأن الظهور هو إعلان مشروع الإمام المهدي من قبله عليه السلام بشكل علني أمام البشرية. فإذا كانت البشرية كلها عاصية ومتمردة على مشروع الإمام عليه السلام، فهل يمكن للإمام عليه السلام أن ينتصر؟ مما لا شك فيه أن البشرية إذا كانت متمردة على مشروع الإمام لا يمكن للإمام عليه السلام حينئذ أن ينتصر، لأن الظهور من سنن الله تعالى، وأنه تعالى أبى إلا أن يجري الأمور بأسبابها وليس بالإعجاز فقط ومحض الغيب، كما بين ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فإن الله تعالى كتب لدولة العدل أن تقام على هذه الأرض، لكن متى توفرت الشرائط والمعدات لذلك؟ وهذه توفرها البشرية بأن تستعد وتتقبل ذلك وتقوم به. ومن أهم صور الاستعداد نشر مذهب أهل البيت عليهم السلام والقيام به بشكله الصحيح، وإلا استمر تأخير إقامة تلك الدولة. لقاء مع سماحة الشيخ باقر الإرواني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف حول دور الحوزة في العقيدة المهدوية. ما هي الآلية المقترحة لتوطيد علاقة الحوزة العلمية المباركة بالإمام المنتظر عليه السلام لتجسيد المفهوم المهدوي على المستوى الحوزوي والمستوى العلمي للطالب الحوزوي؟ الشيخ الإرواني: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وبريته محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا كان جميع المؤمنين لهم درجة من الارتباط والعلاقة بالوجود المبارك لحجة الله سبحانه في أرضه، فتلك الدرجة نراها فينا أقوى، فنحن أوثق ارتباطا وعلاقة به عليه السلام، لأننا نرى لأنفسنا النيابة ببعض مراتبها عنه، ونرى أنفسنا المصداقية لعنوان رواة أحاديثنا الذي يرجع إليه الشيعة فترة الغيبة الكبرى، ونحن لهذا نعيش فكرة الإمام المهدي عليه السلام على امتداد مسيرتنا وطيلة حياتنا. وإذا كان للقدسية امتداد في وجودنا في أنظار المؤمنين، فهو من بركات هذه العلاقة بيننا وبين وجوده المقدس عليه السلام. وإذا كان جميع المؤمنين يعتقدون في إمامهم جميع المقامات السامية، فنحن الوسط الحوزوي نعتقد أن واحدا من تلك المقامات الثابتة له مقام الرقابة والإشراف على جميع تصرفاتنا وسلوكنا الصادرة منا، فهو يعرف ما نقوم به في كل يوم من سلوك وحركة، ولا يغيب عنه الكبير ولا الصغير. وإذا كان جميع المؤمنين يعيشون حالة الشوق الشديد في الالتقاء بذلك الوجود المبارك والتحدث معه، فنحن الوسط الحوزوي أشد شوقا، ومن لا يشتاق إلى رؤية تلك الطلعة المنيرة والنور الساطع؟
ولكن الشوق وحده لا يحقق هذا الهدف، بل لا بد وأن يقترن بالعمل الصادق والسلوك الصالح. إن التقدم منا إلى الله سبحانه خطوة في سلوكنا يقربنا إلى رؤية تلك الشمس المنيرة خطوات. وإذا كان جميع المؤمنين بحاجة إلى دعاء ذلك الوجود المبارك فنحن إليه أحوج، فإن مسيرتنا العلمية والدينية والجهادية بحاجة إلى تسديد وتأييد، لعل أقرب الطرق إلى نيلها الدعاء من ذلك الوجود المبارك، وذلك لن يتحقق إذا ما انحرفنا في سلوكنا عن طريق الصواب والتقوى. إننا مدعوون جميعا إلى رص الصفوف وتوجيه الجهود لدفع الشبهات التي تطرح في مقابل فكرة الغيبة والمهدوية. وإذا كنا نلمس مثل هذه الشبهات في بداية عصر الغيبة، الأمر الذي على أثره ألف مثل الشيخ الصدوق والمفيد والطوسي وغيرهم رسائل وكتبا في دحض تلك الشبهات، فعلينا اليوم تحمل أعباء هذه المهمة وحفظ الأمانة وإيصالها إلى بقية الأجيال سالمة كما وصلت إلينا سالمة. إننا إذا أردنا التوفيق في حياتنا ووجودنا فعلينا أن لا ننسى الدعاء بالسلامة لذلك الوجود المبارك وتعجيل الفرج له، وعلينا أن نلهج بألسنتنا وقلوبنا كل جمعة بل كل يوم رافعين أيدي التضرع إلى السماء ومرددين: أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ علامات الظهور: جدلية صراع أم تحديات مستقبل؟ عن مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه السلام صدر كتاب علامات الظهور: جدلية صراع أم تحديات مستقبل للسيد محمد علي الحلو. تناول فيه المؤلف قراءة لعلامات الظهور وتنظيرا لها على أساس المعطيات الراهنة، والدراسة تتعلق بتنظير علامات الظهور والبحث حول جدليتها التاريخية وكونها امتدادات لواقع محسوس يفرز من خلالها بعض الرؤى والإرهاصات لتكون علامات ظهور تنذر وتبشر بظهور الإمام عليه السلام، على أن هذه العلامات ستكون تحديات مستقبلية لكثير من الأنظمة والمفاهيم الشائعة، سواء منها السياسية أو الاجتماعية أو الأخلاقية. وقد تطرق الباحث إلى التراث المهدوي لدى علماء السنة وعدد 11 عالما منهم، ثم أورد أسماء من تواترت عنده أخبار الإمام المهدي، وتطرق إلى الذين وافقت آراؤهم آراء الشيعة. بعدها تحدث عن علائم الظهور وشروط الظهور وقارن بين العلامات الحتمية وغير الحتمية، ثم فصل الحتمية منها. هل تعلم أن القائم عليه السلام إذا خرج يكون عليه قميص يوسف ومعه عصا موسى وخاتم سليمان عليه السلام؟ أن من ثبت على ولاية أهل البيت عليهم السلام في غيبة قائمهم أعطاه الله عز وجل أجر 1000 شهيد من شهداء بدر وأحد؟ أن الإمام المهدي عليه السلام بقية من آدم وذخيرة من نوح ومصطفى من إبراهيم وصفة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن أول من يبايع المهدي عليه السلام جبرائيل عليه السلام، ثم يأتيه أجناد الملائكة.